أهلا بكم مشاهدينا في فقرة البيئة، حيث سنتحدث عن اليوم العالمي للبيئة الذي سيكون بعد يومين، اليوم الخامس من الشهر الحالي، والاحتفالات المرافقة له والتي ستركز على هذه السنة على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. استصلاح الأراضي ومواجهة التصحر والقدرة على التكييف مع الجفاف شعار اختارته الأمم المتحدة لإحياء يوم البيئة العالمي لسنة 2024، حيث تطمح إلى زيادة الوعي بمخاطر الجفاف الذي أصبح من القضايا الملحة التي تؤثر على أجزاء واسعة من الكرة الأرضية. إضافة إلى الدول والحكومات، يشارك العديد من الناس حول العالم في هذا الحدث للعمل على تغيير العادات الاستهلاكية السائدة وللتأثير على السياسات البيئية الوطنية والدولية من أجل اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة أزمة المناخ. تطور يوم البيئة العالمي إلى منصة عالمية لزيادة الوعي واتخاذ إجراءات بشأن القضايا الملحة الخاصة بالبيئة، وذلك بدءا بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولا إلى الاستهلاك المستدام والجرائم التي تمس بالحياة البرية. الاهتمام بالبيئة يمكن أن يعرف بأنه حركة اجتماعية تسعى إلى التأثير على العملية السياسية من خلال الضغط والنشاط والتعليم من أجل حماية الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، والحركة البيئية تتمحور حول البيئة والصحة وحقوق الإنسان، وينظم القائمون على حماية البيئة عادة التظاهرات والاحتجاجات السلمية من أجل إحداث تغييرات في السياسة العامة أو السلوك الفردي. إذن مشاهدينا، للحديث عن الموضوع يحضر معي من الجزائر الأكاديمي والخبير الفلاحي الدكتور بومادة عبد الباسط. أقول أهلا بك سيدي. أهلا بك أستاذة سهام، أهلا بسادة مشاهدي قناة الجزائر الدولية، وشكرا على الاستضافة. أستاذ أو دكتور بومادة، الأمم المتحدة اختارت شعار مكافحة التصحر والتكيف مع الجفاف واستعادة الأراضي للاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي سيكون بعد يومين كما قلت، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وتداعياته. لأي مدى يسمح بكبح جماح التصحر واستعادة الأراضي؟ شكرا مرة أخرى أخت سهام. الإجراءات وفعالية الإجراءات ومدى فعالية الإجراءات تعتمد على طبعا طبيعة الإجراءات والتي قد تشمل عدة جوانب. نقدر مثلا نذكر منها إدارة الموارد المائية عن طريق تحسين شبكات الري بتطبيق تقنيات الري الحديثة خاصة بالفلاحة اللي يعني تستهلك كميات كبيرة من المياه، باستعمال مثلا الري بالتقطير الذي يقتصد حتى الأكثر من 50% من المياه، أو بالرش لتقليل الفاقد من المياه، تعزيز البنية التحتية خاصة في الصناعة أو في الفلاحة، البنية التحتية المائية من خلال بناء السدود، الخزانات لحفظ المياه واستخدامها طبعا في فترات الجفاف. إجراءات أخرى ممكن تشمل الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، ومثلا الجزائر خدت خطوة كبيرة في هذا المجال بمحطات تحلية مياه البحر اللي راح تعطي دفعة نوعية للمحافظة على المياه. أيضا مكافحة التصحر عن طريق التشجير، إعادة التشجير بزراعة طبعا الأشجار التي تكون مناسبة ومتأقلمة مع البيئة المحلية. أيضا بالنسبة للزراعة، اختيار أصناف محلية مقاومة للجفاف، وهذا من أجل تقليل استهلاك المياه وطبعا تعزيز التنوع البيولوجي. أيضا بالنسبة للراعي الحيوانات، أيضا وجب الحماية من بين الإجراءات حماية المراعي والحماية من الرعي الجائر بتطبيق طبعا قوانين صارمة وتنظيمات تنظم استخدام الأراضي الرعوية. أيضا تشجيع المزارعين على استخدام تقنيات زراعية تكون مستدامة مثل الزراعة العضوية. أيضا إصلاح الأراضي المتدهورة
وزيادة خصوبتها باستخدام الأسمدة العضوية الطبيعية وتقنيات حفظ التربة اللي معروفة عند المختصين. أيضا وكما جاء في الفي تي آر، زيادة الوعي البيئي بتنظيم حملات توعية حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، أيضا إجراء مهم ومهم جدا. أيضا دعم خاصة بالنسبة للبحث العلمي، دعم وتمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتصحر والموارد المائية. ممكن أيضا نتكلم على التشريعات، بوضع تشريعات تحمي الموارد الطبيعية وتدعم التنمية المستدامة. أيضا وجب تطبيق رقابة صارمة على الأنشطة اللي تؤدي إلى تدهور البيئة، مثل حرائق الغابات اللي نشهدوها يعني السنوات الأخيرة مع التغير المناخي، وبالإضافة إلى ممكن في بعض الأحيان تكون متعمدة. إذا وجب تطبيقات صارمة. إذا من خلال تنفيذ هذه الإجراءات يمكن التصدي لتحديات التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية لضمان مستقبل مستدام. الدكتور، تحدثت قبل قليل عن المياه أو الموارد المائية التي تعتبر حجر الزاوية في قضية التصحر وفقدان الأراضي. في ظل النقص غير المسبوق لمصادر المياه بما في ذلك المياه الجوفية، كيف يمكن ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وكيف يمكن إدارتها بطريقة مستدامة؟ طبعا لضمان كل هذه الخدمات خاصة بالنسبة للمياه والصرف الصحي إلى آخره وحسن إدارتها، خاصة مع النمو الديموغرافي المتزايد الذي يشهده العالم، يمكن تبني عدة استراتيجيات. نقدر نذكر منها مثلا كما تكلمنا منذ قليل تطوير بنية تحتية حديثة لنقل المياه، تشمل هذه البنية هذه تحديث الأنابيب لمنع التسربات. لاحظوا في بعض الأحيان مثلا في بعض الدول تسربات توصل حتى أكثر من 25% من المياه الصالحة للشرب، يعني هدر كبير للمياه. إذا وجب تبني تقنيات الري الحديثة المقتصدة للمياه، تعزيز إعادة استخدام المياه في الري والصناعة، معالجة المياه المستعملة واستعمالها على الأقل في الري وفي الري الفلاحي وفي الصناعة. أيضا استغلال المصادر البديلة للمياه كمشاريع تحلية مياه البحر كما تكلمنا منذ قليل. أيضا تعزيز التعاون الدولي والإقليمي خاصة مع الدول المجاورة لإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل فعال لضمان الاستدامة. والجزائر وليبيا وتونس اخذوا خطوة جبارة في هذا المجال بإدارة الموارد المائية الجوفية بطريقة فعالة ومستدامة، خاصة في خلال الاجتماع الأخير اللي جمع رؤساء الدول الثلاث. إذا يعني خطوة مليحة لاستدامة استعمال الموارد المائية. أيضا نقدر نتكلم على تطوير وتنفيذ سياسات تشجع على استخدام المستدام للمياه، فرض ايضا قيود على الاستخدام غير الرشيد، وجب تكون يعني تكون نوع من الصرامه. نقدر نقولوا بتبني هذه الاستراتيجيات الشامله يمكن تحقيق اداره مستدامه للمياه وضمان توفرها للجميع، مع طبعا خاصه مع في ظل التزايد الكبير والنمو الديموغرافي المتزايد والتحديات البيئيه التي يشهدها العالم في ظل التغيرات المناخيه. طيب دكتور، حماية النظم المائية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، هل هذا ممكن في ظل الشح الكبير للأمطار في كل مناطق العالم وحتى حالات الجفاف المفاجئة التي شهدتها القارات الخمس؟ نعم أخت سهام، هذه الحماية أصبحت ضرورية وضرورية جدا، وهي ممكنة إذا اتخذت إجراءات تستهدف مختلف الجوانب البيئية أيضا الاقتصادية والاجتماعية، لأنه لما نتكلم عن التنمية المستدامة دائما نتكلم على هذه المحاور الثلاث، البيئة والاقتصاد والبيئة، المحور البيئي، المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. نستطيع نذكر من بين هذه الإجراءات مثلا حماية النظم المائية البرية من خلال حماية المسطحات المائية كالأنهار، بحيرات، حمايتها طبعا من التلوث من الاستخدام الجائر في بعض الأحيان، حماية وإعادة تأهيل المناطق الرطبة اللي هي محمية يعني بحكم اتفاقية دولية ولكن وجب حمايتها بأكثر صرامة، والمناطق الرطبة اللي تخضع تحت تعمل كمصافي طبعا طبيعية وتوفر بيئة للحياة البرية. أيضا يمكن إنشاء محميات طبيعية بمحاذاة الأنهار والمناطق الغابية، هذه المحميات تضمن حماية البيئة المحيطة بمصادر المائية، دون أن ننسى طبعا التشجير بزراعة أشجار اللي تكون محلية ومتأقلمة مع في ظل التغيرات المناخية.
وهذه الأشجار تساهم في تثبيت التربة، وطبعا من خلال ذلك حماية مجاري الأنهار. أيضا تنفيذ برامج لإزالة الملوثات من الأنهار والبحيرات، خاصة في لأنه في أغلب دول، خاصة دول النامية، يعني هذه الأوساط الطبيعية، البحيرات والأنهار إلى هي تكون يعني مصب للنفايات، إذا وجب حمايتها لإزالة هذه الملوثات. أيضا إصلاح البنية التحتية من خلال ترميم القنوات والمجاري المائية التي ممكن أن تتضرر بفعل النشاط البشري أو أيضا بفعل الكوارث الطبيعية. أيضا من بين الإجراءات تعزيز الاستخدام المستدام للمياه باستخدام تقنيات زراعة ذكية وإعادة استخدام المياه المعالجة كما تكلمنا منذ قليل. إذا رغم التحديات التي كما ذكرت فيها يفرضها الشح الكبير للأمطار، يمكن تحقيق حماية فعالة للنظم البيئية والمائية البرية واستخدامها بشكل مستدام إذا توفرت كل الشروط التي تكلمنا عنها. طيب دكتور، تحدثت قبل قليل عن الزراعة، إذا ما تحدثنا عن الزراعة المستدامة، إلى أي مدى يمكن أن تساهم في الحد من هدر المياه وهو القطاع الذي يستهلك كميات كبيرة جدا من المياه؟ طبعا أكبر قطاع، القطاع الفلاحي ويليه القطاع الصناعي، هم اللي يستهلكوا كميات كبيرة من المياه، ويمكن للزراعة المستدامة أن تلعب دور في الحد من هدر المياه بعدة طرق. من بين الطرق تكلمنا منذ قليل على استعمال تقنيات الري الحديثة كالري بالتقطير. الري بالتقطير يمكن أن يؤدي إلى نقص، إلى اقتصاد في المياه يوصل حتى 50% لما نقارنه بالري التقليدي. أيضا الري بالرش الذي يتيح تحكم بكميات المياه الموجهة للنباتات، إذا نعطي للنبات ما يحتاجه دون إسراف. تحسين أيضا من بين الطرق الزراعية تحسين التربة بالمواد العضوية، ولما تكون التربة محسنة بالمواد العضوية راح تكون يعني عندها قدرة كبيرة للاحتفاظ بالمياه، إذا راح نساهم في اقتصاد المياه. أيضا من بين الطرق اللي نعرفها احنا كمختصين في الفلاحة الزراعة بدون حرث، وهذه تحافظ على بنية التربة وتقلل من تبخر المياه لما نستعمل هذه التقنية، يعني البذر المباشر. أيضا بالنسبة للتقنيات الزراعية اختيار المحاصيل المقاومة للجفاف لأنها تكون يعني أقل استهلاك للمياه مقارنة بالأصناف اللي تكون داخلها. أيضا نظام الدورة الزراعية، وهذه يعني في بعض الأحيان الفلاحين يعني ما يعطوهاش قيمة، عندها قيمة كبيرة في تقليل استهلاك المياه واستنزاف التربة، وطبعا يحسن احتفاظ المياه. ممكن نتكلموا أيضا في ظل الرقمنة وفي ظل الذكاء إلى آخره، استخدام تكنولوجيا مثل أجهزة الاستشعار لمراقبة احتياجات النباتات بدقة، يعني نعطي النبات ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاج إليه. أيضا بالنسبة للتغيرات المناخية استخدام تنبؤات جوية لتحديد أفضل الأوقات للري لكي لا يكون هناك تبخر للمياه، خاصة في المناطق اللي تكون يعني معرضة للشمس ومعرضة للحرارة الكبيرة. إذا هذه كلها إجراءات يعني تقدر تكون إجراءات زراعية اللي تقدر تساهم في التقليل من استعمال المياه. دكتور، الحديث عن القارة الإفريقية، يعني الحديث عن القارة الأكثر تأثراً بتغير المناخ، خاصة مشكلة التصحر وفقدان الأراضي. هناك عدة تجارب في القارة الإفريقية، مثلا إعادة تشجير السد الأخضر في الجزائر، السور الإفريقي العظيم، وعدة تجارب أخرى للتشجير في عدة بلدان إفريقية. إلى أي مدى يمكن أن يساهم التشجير في حماية الأراضي التي نجت ربما صح القول من أزمة المناخ؟ طبعا مبادرات مثل هذه، السد الاخضر في الجزائر او السور الاخضر العظيم في دول الساحل، هذه مبادرات يعني مثل هذه تمثل يعني خطوات مهمه نحو حمايه الاراضي والتصدي لتداعيات ازمه المناخ في القاره الافريقيه. ومع ذلك قد لا تكون الاجراءات كافيه بمفردها لحماية جميع الأراضي من تأثيرات التغيرات هذه، خاصة التغيرات المناخية، لأنها تواجه العديد من التحديات. من بين التحديات نقدر نتكلم على صعوبة تنفيذ هذه المشاريع وهذه المبادرات هذه، التنفيذ فعال وإدارة الموارد بكفاءة، يعني خاصة بأن هذه المشاريع كلها في دول يعني نوع ما يعني فقيرة، دول على أكثر تقدير يعني سائرة في طريق النمو، إذا إدارة الموارد بكفاءة تكون يعني تواجه مشاكل، مما طبعا هذا يؤثر على نجاحها في تحقيق أهدافها.
كما يمكن أن يكون تمويل المشاريع البيئية محدود، مما قد يعرض استمراريتها للخطر بعد فترة زمنية. يعني تكون في البداية تكون مبادرات قوية، ولكن مع الوقت بسبب نقص تمويل تكون يعني مشاكل في تسيير هذه المشاريع. بعد فترة معينة إذا لم يتوفر مصادر تمويل مستدامة راح تكون يعني فشل لهذه المشاريع. إذن وجب تكون تعاون دولي لمساعدة هذه الدول في تحقيق هذه المشاريع المستدامة. دكتور، الكل شريك في مواجهة مشكلة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية المائية، خاصة سواء على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الدول والحكومات. الوعي بأهمية الحفاظ على الأراضي ومواجهة التصحر والحفاظ على مصادر المياه، ما أهمية أو ما هي الأساليب الناجعة لرفع الوعي بهذه المشكلة؟ هل ما تفعله الحكومات والدول كاف في هذه النقطة بالتحديد؟ نعم، الإمكانيات لا تزال قائمة، ولكنها تطلب جهود مستمرة وشاملة على مستوى، ليس فقط على مستوى يعني محلي، على مستوى عالمي، من خلال عدة طرق، منها مثلا اعتماد الممارسات الزراعية المستدامة كما أجبت على سؤالك منذ قليل، الاستثمار في التقنيات البيئية يعني أصبح أكثر من ضروري، لأنه مع في ظل التغيرات المناخية وفي ظل استنزاف الموارد الطبيعية أصبح لزاما الاستثمار في التقنيات البيئية، لأنها الأرض هي يعني مقر يعني الحياة البشر، وما عندناش يعني كوكب آخر نقدر نعيشوا فيه. وتنبؤات تقول يعني لو كانت استمر الاستنزاف الحالي للثروات الطبيعية على كوكب الأرض، يعني من هنا إلى 50 سنة راح نحتاج إلى ثلاث كواكب أخرى مثل الأرض لكي نلبي احتياجات البشر. إذن هنا وجب الاستثمار في التقنيات البيئية للحفاظ على التنمية المستدامة. أيضا تشجيع الإعمار البيئي وتعزيز التنوع البيولوجي مهم جدا، تعزيز التعاون الدولي، لأنها الأرض يعني ملك للجميع، كل البشر بمختلف أجناسهم، بمختلف لغاتهم، بمختلف ثقافاتهم. إذن وجب تعزيز التعاون الدولي لتبادل التجارب الناجحة وتقديم الدعم المالي والتقني خاص للدول التي تعاني من مشاكل بيئية، وأغلب هذه الدول موجودة في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. إذن وجب مساعدة هذه الدول لتبني تقنيات ومشاريع محافظة على البيئة. أيضا تبني السياسات البيئية الفعالة، إذ يمكن القول من خلال كل هذا أنه على الرغم من التحديات فإن هذه الخطوات تظهر أنه الأمل مازال قائم في القدرة على الحفاظ على الأراضي واسترجاع الأراضي التي فقدت، خاصة في ظل التوسع العمراني إلى آخره. نقدر مازال يعني نحافظ على ما هو لدينا ونسترجع ما فات، وذلك من خلال التصميم الجيد للسياسات والاستثمارات المستدامة في البيئة والزراعة. تحدثت قبل قليل دكتور عن الأمل، إمكانية الحفاظ على الأراضي واسترجاع تلك التي فقدت في ظل تفاقم أزمة المناخ، هل لا تزال هذه الإمكانية قائمة برأيك دكتور؟ طبعا كما قلت منذ قليل الإمكانية ما زال قائمة، والإجراءات الحكومية والدولية لازمها تتضافر وتتخذ في الوقت الحالي. الإجراءات المتخذة ليست في أغلب الأحيان ليست كافية لتحقيق الأهداف المرجوة باستعادة الأراضي والحفاظ على الموارد. وعلى الرغم من وجود تشريعات وسياسات بيئية، إلا أن التطبيق والمراقبة في بعض الأحيان يكون غير كافي، كما قد تواجه أيضا الحكومات تحديات في تخصيص الموارد المائية والبشرية اللازمة لتنفيذ بعض البرامج استعادة الأراضي وحماية الموارد المائية على نطاق واسع. بالتالي هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تعزيز الشراكات المجتمعية، إشراك المجتمع المدني في كل المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف المستمر للمجتمع حول أهمية استعادة الأراضي والحفاظ على الموارد المائية لضمان طبعا تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على المدى الطويل.
استخدام رفع الوعي، طبعا رفع الوعي بأهمية استعادة الأراضي والحفاظ على الموارد المائية من بين الأساليب اللي نقدروا نذكرها في لبلوغ هذا الهدف، تنظيم حملات توعية ومبادرات تثقيفية في وسائل الإعلام كما مثل البرامج اللي تشرف عليها أستاذة سهام، شبكات التواصل الاجتماعي أيضا نقدر نستغلوها لأن عندها استعمال واسع في كل أوساط المجتمع لتسليط الضوء على أهمية استعادة الأراضي وحماية الموارد المائية. أيضا هناك نقطة مهمة لازم نشير إليها، من بين المشاريع المستقبلية نقدر نديروا إدماج محتوى متعلق بالبيئة والمحافظة على الموارد المائية في المناهج الدراسية، وهذا طبعا راح يكون عنده زخم كبير لتعزيز الوعي البيئي لدى خاصة التلاميذ والصغار لأنهم هما يعني رجال المستقبل. ومن بين القوانين الصارمة لازم يكون إقرار قوانين وسياسات بيئية تعزز استعادة الأراضي وحماية الموارد المائية، ووجب أيضا الدعم المالي والتقني للمزارعين والمجتمعات المحلية لتبني ممارسات زراعية مستدامة ومحافظة على البيئة. طيب الدكتور بومادة عبد الباسط الأكاديمي والخبير الفلاحي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ سيهام، شكرا على الاستضافة. إذن مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام فقرة البيئة، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.